أنت اليوم من أشد المعادين أو ربما المعترضين إن صح التعبير على ما يجري في إقليم كردستان، وأرائك السياسية ما شاء الله جريئة جدا. لماذا لم تتعرض إلى التضييق في إقليم كردستان؟ ومنو قال لك ماني متعرض؟ بس أنا ما أوصف نفسي معارض. أنت وصفتهم شوفينيين، ووصفتهم دكتاتوريين، ووصفتهم نعم لأنه ما أعرف شو بالكثير من الأوصاف. هذا طيب يعني حضرتك اليوم أنت من أشد المعارضين لهم. بكل تأكيد معارضة من يضطهد الشعب واجب وطني قبل كل شيء. هم شنو يصفوك؟ هم يصفوني بكل الأوصاف اللي جاهزة، علم تهم معلبة جاهزة، عراقي حشداوي غير عراقي، هواية تهم يعني تعرض للمضايقات، لكن الإيمان بالقضية اللي ناضل من أجل شعب كردستان، الوصول إلى حال الدولة الاتحادية، الدستور الكرد فيه أسوة بباقي المكونات، يعني هاي المبادئ اللي هي كانت حلبجة والأنفال على مودة. إلى ماذا تعرض فائق يزيدي جراء هذه الآراء؟ مضايقات كثيرة، مضايقات قد تتعرض يعني أقلها الدخول المناطق الصفراء ممنوعة بكل تأكيد، وهذا يعني وسام شرف يعتبر الكثير من المضايقات حتى على هي شن هي المناطق الصفراء؟ اللي تحت سيطرة الحزب الديمقراطي، أيضا التسقيط السياسي الإعلامي مستمر عبر الجروبات. يعني هسه أنت ما مسموح لك تدخل إلى مناطقهم الصفراء؟ لا أبدا. وإذا دخلت شو يصير؟ الله عالم. يعني الدخول إلى تلك المناطق لشخص مثلي يعني في غياب المفقودين، في عداد المفقودين. وكم شخص مثلك راح للمنطقة الصفراء وما رجع؟ هواي ومن المنطقة الصفراء الجماعة ودا يعتقدون. يعني هسا على سبيل المثال خلينا نقول كسياسيين، عندك مثلا الشيخ أدهم برزاني، الرجل يعني ابن شيخ البرزانيين، هم بالأساس المرجع الحقيقي للبرزانيين، هم الشيوخ الأصليين لتلك العائلة. شنو اللي صار؟ اليوم ممنوع من دخول أربيل من أكثر من 3 أعوام، لأنه عارض نظام الحكم هناك، عارض سلطة جهة معينة داخل الحزب وداخل العائلة. اليوم حتى لا يشارك في الانتخابات، صدرت بحقه مذكرة قبض، وإذا راح يعني يعتقل. فبالتالي أسلوب تكميم الأفواه، أسلوب القمع موجود داخل أربيل، داخل بادينان. اليوم هناك شيروان شيرواني وغيره من الصحفيين العشرات مغيبين داخل معتقلات الحزب الديمقراطي.